لسنوات عديدة كرس سيد بوجمع حياته لأجل أن تكون مدينته نظيفة، أين يتنقل يومياً ما بين الأحياء للوقوف عليها ولجعل محيطها أجمل. هاي في 30 سنة أني أخدم أنا، تعيد ولا فضيلة فوق هادو عبر السبيل يعطيك واحد 5000 واحد 2000 واحد 1000 فرنك، شقد الأمور. لو كان تعمل لك 10 كما هو في عين صالح هذه، عندنا عين صالح باللي ما بقاش فيها الوسخ، كنا نلقاو مثل هذا، والله ما نلقاو زعما مثل نتاعو على هذا. وإنسان خدام ليل ونهار، ما هو أي ما هو في إلا ناحية واحدة ذا، أي ناحية تلقاه. لا كبر سنه ولا التعب يمنعان عم بوجمعة من أداء مهنته التي اختارها تطوعياً دون أن ينتظر مقابلاً لها، مبادرة تطوعية رحب بها ساكنة عين صالح. والله يا عمي بوجمعة هو نموذج للمواطن الصالح بعين صالح، الحقيقة دوره نظافة الأحياء يعني وبدون مقابل، هذا يعني أجر الله سبحانه وتعالى. نداء نوجهه للسلطات أنهم يلتفتوا له يعني التفاتة طيبة، وأنهم يقدموا له كل يد المساعدة، يشوفوا فيه بعين الاعتبار ويعاونوه، خاطر أنا نشوفوا فيه ديما يوجدوا يوروا فيه من هنايا، بصح ما كان والو، أخبر ما فيها والو كاع، ماذا بينا احنا نتمسوا الملموس. يقدم كل ما يستطيع لأجل حيه وسكانها، يقدم كل ما يستطيع لأجل حيه وسكانها، يقدم كل ما يستطيع لأجل حيه وسكانها، مبدأ يعمل به سيد بوجمعة ويتفنن فيها، ونحن في الشهر الفضيل لا يتخلى عنه كونه تطوعا منه وحبا في تجسيد صورة نظيفة بعين صالحة.